مساء الخير، حلقة جديدة من رح نبقى سوا مباشرة على الهواء. رح نتابع فيها سلسلة من المواضيع، طبعا لقاحات كورونا، على أهمية هذا الموضوع، مؤتمر منظمة المرأة العربية الذي اتخذ بيروت مقرا له أيضا. هذا موضوع سوف نعالجه بآخر الحلقة، ولكن البداية تبقى من موضوع مهم جدا، حيث تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التقارير الواردة حول التسرب النفطي الذي أصاب الشواطئ بالأراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما وأن المعلومات أشارت إلى تمدد التسرب إلى أكثر من 160 كيلومتر من الشواطئ المحتلة. وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية شرب الوهبي متابعة هذه المسألة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، خصوصا وأن لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي أحدثها القصف الإسرائيلي على مستودعات الجي خلال عدوان العام 2006. وهنا كان لنا اتصال مع الوزير وهبي، حيث أكد للأو تي في أنه بصدد انتظار تقرير وزارة الدفاع الكامل حول الموضوع، وغدا من المفترض أن تكون الداتا كاملة واضحة، وباليومين المقبلين من المفترض أن تكتمل المعطيات، وبالتالي تصبح متابعة الموضوع مع الأمم المتحدة بوقتها. إلى ذلك اتصل الرئيس عون بوزير الأشغال العامة والنقل ميشيل نجار، الذي أعلم بأنه أوعز إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الوزير نجار. مساء الخير معاليك. الخير جريس، أهلا وسهلا فيك معاليك. يعني إذا بتحطنا شوي بصورة هذا الموضوع الحاصل على شواطئنا، هذا التسرب، وليش هالقد في تكتم عند العدو الإسرائيلي عن هذا الموضوع، وشو عندك معطيات وشو عندك داتا؟ يعني حقيقة من سوء حظنا يا جريس إن شو ما صار بالعالم بشكل أو بآخر عم ينعكس بشكل سيء علينا. علينا صحيح صحيح. مثل ما كان يقول أحد الكوميديين، إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في لبنان فاسأل ماذا يحدث في الصين. يطلع فيروس من هونيك نحن كمان هون ندفع ثمنه. هلا من الاراضي الفلسطينيه المحتله بيصير عندنا تسرب نفطي، كمان نحن ندفع الثمن بشكل او باخر. مع الاسف مع الاسف مع الاسف الشديد. بس يعني نحن العدو الاسرائيلي ما بحياته اجينا شيء منيح منه. طبيعي طبيعي، هذا متفقين عليه 100%. نحن فعليا اتصل فخامه الرئيس وطلب مني اني اهتم بالموضوع، وانا اكدت له انه هذا الموضوع نحن من الصباح الباكر، يعني انا اوعزت للمديريه العامه للنقل البري والبحري انه تعمل دراسات، كل الدراسات اللازمه تنعرف حجم الضرر اللي حاصل على الشاطئ اللبناني. نعم. وطلبت منه انه بكره يكون عندي تقرير ان شاء الله بالوزاره اللي هو بياكد هالموضوع وبيعطينا كل التفاصيل. وبالفعل رح يكون في مجموعه من المهندسين بلشت من اليوم عم تكشف على طول الشاطئ، وهي كمان رح تستعين ورح تستعين المديريه بالقوات البحريه لاي مساعدات فنيه او تقنيه حتى نستكشف فعليا حجم الضرر اللي حدث على الشاطئ. وانا تلقيت اليوم تقرير من جهه رسميه عن مشاهدات عديده لبقع سوداء على طول الشاطئ. صحيح. بطبيعة الحال مثل ما قال معالي وزير الخارجية الوزير شرب الوهبي، بعد ما عندنا كل المعطيات أنا بكرة يعني بأبعث تقرير خلال يومين، بيكون عندي تقرير كامل كمان من المديرية، وبيكون صار كل الداتا موجودة وقادرين نحن نحدد حجم الضرر. بطبيعة الحال بالنتيجة نحن قلنا ندفع شكوى للأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية. أنا بس أخلص تقرير لحقوده للأمان العام والمجلس الوزراء، وساعدت طبعا الرؤساء اللي بياخذوا القرار المناسب لهالموضوع من خلال وزارة الخارجية. إذا بتسمح لي معاليك، القوات الدولية عندها أي دور تلعبه بهذا الموضوع؟ ما بعتقد، مثل ما بقول مثل ما حكى جدا كان نصف الغفرك، يعني كل موضوع في ضرر على لبنان ومآسي على لبنان نحن المفروض نكون يعني منتبهين وواعيين وعم نحاول
يحدد حجم الضرر لا سمح الله، ونحن بدنا نطالب بحقنا، ما حدا بيطالب لنا بحقنا. يعني مع الأسف أيضا خبراء البيئة، كنت عم بقرأ شوي عن الموضوع ماذا يقول خبراء البيئة حول هذا الموضوع، عم بيقولوا أنه يمكن عقود الضرر يلي تسبب فيه هذا الموضوع، هذا القطران، هذه المادة المتسربة، يمتد لعقود على النبات وعلى الحيوان داخل المياه، وخصوصا يعني نحن بنعرف أنه شاطئ صور فيه محميات للسلاحف وللحيوانات المائية. يعني أنا حقيقة بحزن، لأنه أنا يعني مؤخرا من فترة زرت منطقة صيدا وصور والشاطئ، بعتقد من أجمل شواطئ العالم وأصفاء، يعني بتشوفي الرمل أنت ومن فوق حتى على الطريق، وبعرف إنه في محميات من هالنوع وفي ثروة بحرية كمان كثير كبيرة. إن شاء الله ما يكون الضرر كبير، لأنه مثل ما تفضلتي قلت في المواد النفطية في قسم كبير منها مثل ما بيقولوا منه بايودجريدبل، يعني لا يتحلل، بده سنين وعقود من الزمن حتى يرجع الشط بما كان عليه يعني في السابق. مع الأسف معاليك، يعني مثل ما أنت ذكرت بأول هيدا الاتصال أنه كل مصايب الدنيا يعني بترجع آخر شيء بتغط عنا، يعني مع الأسف خبرنا عن كورونا، إذا بدنا ننتقل من هداك الموضوع على الموضوع كورونا، أخذت اللقاح؟ لا أنا ما أخذت اللقاح. ليه؟ ليك بدي أقول لك شغلي، أنا ما أخذت اللقاح مش لأني مش مآمن بقيمة اللقاح، أنا بالنتيجة رجل علم قبل ما أصير وزير، وانا مآمن ان اللقاح هو الحل الوحيد للعالم مش بس للبنان تنقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه. انا فعليا ما اخذت اللقاح لسببين. السبب الاول انه انا من فتره من 3-4 شهور انا اصبت بالكورونا، وبعتبر عندي نوع من المناعه، يعني بتامل، وغيري احق مني باللقاح في الوقت هذا اللي هو بفئه عمريه معينه وعندهم امراض مزمنه، فانا ما بدي اخذ اللقاح من قدام غيري. يعني كيف بتشوف الخطوه يلي عملوها النواب؟ والسبب الثاني بس تكفي لك، لاني انا كعمر وكحاله صحيه الحمد لله منك اولويه، يعني ما بعتبر حالي بعد لازم اخذ اللقاح. انا اليوم بالواقع اليوم عائلتي، لانه عارفيني اني حتى ما سجلت بالمنصه هم سجلوني يعني، فبعد لا ما اخذت اللقاح. بالنسبه للخطوه بصراحة يعني أنا ما بدي أحكم، لأنه بالآخر أنا ما بعرف خلفية الموضوع، كانوا هن نزلوا على مجلس نواب تياخذوا اللقاح على أساس إنه إجا دورهم على المنصة، أما لا يعني، لأني سمعت بعض النواب عم بيقولوا إنه هن اعتبروا إنه هلا رجعوا هن طلعوا بيانات وغردوا تغريدات، ولكن إنه يعني ما بعرف الأمور واضحة معاليك، ما كان لازم يصير هذا الموضوع يعني، هذا شيء طبيعي صح ولا لا؟ ما كان لازم يصير بطبيعه الحال. جريس بتقول لك شغله، يعني بكل العالم النايب او اي شخص بالحقل العام بسموه سيفل سيرفنت، يعني هو خادم للمجتمع، وبطبيعه الحال انا بامن انه الشعب صحيح خادم للمجتمع وخادم للشعب الذي انتدبوا عنه يلي صوت له لحتى صار هو نائب، منشان هيك بده ينطر بمساواه دوره مثله مثل بقيه الشعب. انا خليني احط لك اياها بشكل كثير واضح وصريح، اللي اعمارهم فوق ال 75 اللي هم هلا بالفئه اللي هي لازم ياخذوا دور على المنصه، لاني بعرف عم بيصير في تاخير، هودي انا ما فيني اقول اي شيء بالنتيجه، لانه فعليا اذا ما اجاهم دور كان لازم يجيهم دور. الباقيين اللي منهم كان عارف انه هو فعليا ما اجى دوره، ومنه بالفئه الزمنيه، منه بالفئه العمريه او بالوضع الصحي، انه ياخذ دوره واخذ دور غيره بهالطريقه، انا برايي هذا عمل معيب وبطبيعه الحال يلام عليه. اكيد. شكرا لك معالي الوزير. شكرا لك جريس. كمان بنكون معك بحديث مطول حول التفاصيل عن التسرب النفطي، بتكون الداتا صارت معك. شكرا لك. رئيس اللجنه الوطنيه للقاح ضد كورونا دكتور عبد الرحمن البزري بينضم لنا، مساء الخير دكتور. سلور لك وللجميع اللي عم يسمعونا اليوم. اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يعني بدايه رح بلش معك من محل ما ختمنا مع الوزير نجار، تلقيح النواب يلي حصل بطريقه مش مزبوطه او غير قانونيه، ورجعوا هن بعدين طلعوا بيانات وغردوا تغريدات حول هذا الموضوع لتبرير ما حصل، ولكن انت كنت بصدد تقديم
استقالتك ورجعت تراجعت، خبرنا شوي، اعطينا صوره هيك شامله عما حصل بهذا الموضوع من الالف حتى الياء. يمكن واضح جدا، ما بده كثير تفسير الموضوع، انه ما حصل كان خطا، وهذا الخطا لانه هو خارج عن اطار الخطه اللي وضعت اساسا لتمنيع المواطنين اللبنانيين. نحن نعرف انه الخطه الموجوده واللي نحن حطيناها تقنيا، لكن لا نملك القدره على التنفيذ تبعها، لانه الاجراءات التنفيذيه هي عند الوزاره. نحن ناس برانا لنحط خطه عند من اجل اللبنانيين حتى هالخطه تكتسب ثقه المجتمع الدولي ليامن تمويل لموضوع اللقاحات الكوفيد للبنانيين، والبنك الدولي ربما هي المره الاولى بتاريخه اللي بيامن لقاح ضد الكوفيد من اجل دوله، وهي دوله مثل لبنان، خصوصا انه لبنان هو دوله متخلفه عن دفع ديونها، كمان هيدي ما يسمى اولويه اخرى. لذلك نحن حريصين على من الناحيه الفنيه والعلميه انه نحافظ على هذه الخطه اللي اولويتها مبنيه على اسس العمر وعلى اسس ما يسمى التعرض، يعني خطر الاصابه بالمرض. ولذلك حتى الجسم الطبي صنفناه فئه، يعني فئه تعرض خطر اولى، فئه تعرض خطر ثاني والى اخره. لذلك اعتبرنا انه ما حدث كان هو خارج اطار هذه الخطه، وما حدث في نوع من يعني نحن نميز بين الخطا التكتيكي والخطا الخطير. الخطا التكتيكي انه مثلا مركز لقح ناس محل ناس، انه مركز زاد عدد الناس اللي ملقحين عنده، هذا بيروح المفروض تروح الوزاره وتعاتب المركز وتحاسبه وتشوف وين الخطا لحتى ما يتكرر. الخطا الاخر انه مثلا اليوم المنصه ما وصلت الاسامي بالوقت المناسب، لقاح تاخر ساعه ليوصل، وصل واحد مواطن ولقى في خلل باسمه، هذه بسموها اخطاء مقبوله مزعجه ولكن يجب تصحيحها. اما ان يكون هنالك خطا عضوي، يعني بمعنى انه اعطاء ناس اللقاح قبل وقته بسبب اولويه سياسيه، هذه مش موجوده بالبروتوكول، رغم انه في بروتوكولات يمكن بدول ثانيه بتلحظها. معمول لا انا، لكن نحن بنينا بروتوكول معين ومشينا فيه. لذلك هذا يعني بعدنا نسجل تحفظنا واعتراضنا على هذا الموضوع. ونحن اليوم كلجنه اجتمعنا وعندنا مجموعه استفسارات واسئله من وزير الصحه، نتامل انه توردنا الاجوبه عليها واضحه وصريحه، لها علاقه بامراه بتعمل يعني اداره موضوع اللقاحات، لانه نحن كلجنه نحن لجنه خبراء، وبالتالي نعطي راينا الخبير. عندنا ملاحظات معينه، ملاحظات إلى علاقة بإدارة اللقاح من الوزارة، وملاحظات إلى علاقة بإدارة اللقاح من مراكز اللقاح. نتأمل أن الوزارة تعطينا الجواب الكافي والعلمي لحتى نعتقد أنه استمراريتنا بهالمهمة هاي هي محلها، وإذا لم يكن الجواب مرضي، وإذا ما اعتقدنا أنه الوزارة يعني تريد أن تجيب على العديد من الاستفسارات، فالوزارة هي صاحبة الحق، ونحن كلجنة خبراء مكلفين أساسا من الوزارة من بكل سهولة نرجع على بيوتنا وخلي حدا ثاني يتحمل موضوع إدارة مثل هذا الملف، لأنه هذا الملف إذا لم يعتمد على الشفافية والعدالة وعلى الطلب من اللبنانيين أن ينطروا أودارهم والوتر دورهم كل واحد رغم صعوبة المرحلة وخطورة المرحلة، فإننا قد لا نصل بالبلاد إلى بر الأمان. هلأ فتحت لي سلسلة من الهلالات لحتى أسألك، يعني بدي أسألك. أنا بشجعك. يلا، من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، وزارة الصحة أم رئاسة مجلس النواب؟ أنا برأيي يعني المسؤولية مشتركة، ما حدا كان في يطلع اللقاح إلا بإذن وزارة الصحة. تعرف كمان دكتور، يعني من الأمور المستفزة هي إنه راح اللقاح على مجلس النواب دليفري، صرنا نشوف على السوشيال ميديا معهم حق الناس كتبوا إنه اللقاحات دليفري، يعني ما بقى، يعني يمكن وزارة الصحة بتتحمل جزء من المسؤولية، بس كمان مجلس النواب ورئاسته ما بيتحملوا جزء أيضاً من المسؤولية؟ أنا برأيي المسؤولية إنه وزارة الصحة سمحت أو أعطت أمر بإخراج هذه اللقاحات إلى مجلس النواب، وانه مجلس النواب كمان معنويا كان عنده دور، هو دور مهم، يعني هم المفروض يكونوا يمثلوا الناس. بعتقد انا بهالمرحله لما يكون في وباء دور ممثل الناس انه يكون مع الناس، يشوف مراكز التمنيع والتلقيح بالمناطق شو ناقصها، يعزز امكانياتها، يامن تفاصيل اللي هي بحاجه لهم.
لازم يروح على المناطق اللبنانيه يشوف انه في مناطق فيها نسبه تسجيل عاليه ومناطق فيها نسبه تسجيل منخفضه، والمناطق اللي فيها نسبه تسجيل منخفضه مفروض بنوابها مثل بلدياتها مثل قواها الاهليه هي عم يلعبوا دور اساسي بتشجيع الناس على الدخول بالمنصه وعلى تسجيل اسمهم من اجل اللقاح. لكن عندما المواطن بيلاقي انه في ايد واجر بحس انه الشفافيه غابت، بتصير شعوره وثقته باللقاح بتصير اقل. فاذا المسؤوليه هي مشتركه. طيب عظيم. البنك الدولي وتهديده وتلويحه بسحب ال خليني اقول لك شغله، المشكور عم يامن خلينا نسميها قرض وليس هبه، يعني حتى ما حدا يكون اكثر من حدا. نعم قرض وليس هبه. البنك الدولي لانه بيعتبر حاله قام بمبادره استثنائيه لاول مره بمول هبه لقاحيه بهالشكل خلال الكوفيد، ولانه اعطيها ايضا لبلد عاده عم يتاخر بدفع الديون وبسموها الديفولتنج للديون، وبما انه اجته نصائح من البنك الدولي المركزي انه ما تفوتوا بهالفوته لانه لبنان بلد خطر، بتعتبر حالها مسؤوليه المنطقه هون الشرق الاوسط انه هي اخذت على عاتقها مسؤوليه كبيره بالدعم، لذلك هي كثير حريصه حتى انه يكون في رقابه على لانه هذه الخطه اللي على اساسها تم اعطاء الدعم، اهميه الخطه مش بس كتابتها، اهميه الخطه ايضا تنفيذها. لكن نحن كمان بنقول مع تأييدنا للبنك الدولي بنقول انه نحن كمان مفروض كبلد ما نكون بحاجه لحدا يراقبنا ومندوب سامع علينا، بالعكس نحن راينا انه نحن لازم نفرجي انه فينا نراقب حالنا. وللاسف فرجينا المجتمع الدولي سواء البنك الدولي او منظمه الصحه العالميه، فرجيناهم انه نحن ببدايه الحمله فرجيناهم انه نحن بلد نستحق كل الدعم، وفرجيناهم انه نحن بلد بعز ازمته السياسيه والاجتماعيه والحياتيه وانهيار الليره والخوف من الانفجار الامني والتوترات وكارثه مرفق بيروت وانفجاره العظيم وكل هذا، فرجيناهم انه نحن قادرين نعمل مبادره ناجحه. واذ فجاه بسبب لا تبرير له سوى انه العالم هن منهم شايفين الناس تصرفوا بهذا الاسلوب الغير منطقي. دكتور عبد الرحمن، صحيح انه 50% حتى الان من الذين تلقوا اللقاح في المرحله الاولى هن غير مسجلين على المنصه؟ لكن المنصه شغله كثير مهمه، وهذه النقطه اليوم كنا عم نناقشها. انت بتعرفي لما بدات عمليه اللقاح نهار الاحد او اربع مراكز تحديدا باربع مراكز بثلاث مراكز، كان مطلوب انه يعني يجوا هالناس ليتلقحوا حتى تقل يعني، فشفنا انه كان في خلل بالتواصل بين المنصه وبين المراكز، لذلك جزء من عمليه التمنيع صارت خارج اطار المنصه، رغم انه الناس كانوا مسجلين بالمنصه بس ما وصلت اسمائهم على اساس انه هذه المعلومات تدخل لاحقا. لكن تفاجئنا انه الخلل استمر على ايام، وهذا الخلل للاسف احيانا دعا اما وزاره الصحه للتصريح للمراكز انه كل واحد عمره فوق ال 75 خليه يفوت، ومن ثم بدات المراكز شوي تستفيد بانه هي تترك لحالها هامش من التصرف، حتى بعض المراكز حط اعلان انه اللي عمره فوق ال 75 يجي يتسجل عندنا بنلقحه ونحن بعدين بنخبر الوزاره. حتى ما يتكرر هذا الخلل تم التواصل مع التفتيش المركزي اللي هو مسؤول عن المنصه، وحقيقه التفتيش المركزي عامل منصه كثير حلوه صنعها في لبنان، شفنا وين نقاط الخلل، وين نقاط القوه، كيف نستطيع ان نطور هذه المنصه، تمنينا عليهم ان يكون في تنسيق اكثر مع وزاره الصحه، وتمنينا مع المسؤولين بوزاره الصحه عن المنصه، ونحن اليوم كان عندنا سؤال واضح من اللجنه، نريد كل الاسماء التي تم اعطائها اللقاح ان تدخل الى المنصه خلال اليومين القادمين لسببين. السبب الاول لانه نحن بدنا نشوف قدره المراكز الحقيقيه على التمنيع، ديموغرافيه الديموغرافيكس تبعون الناس يلي تمنعوا مين، يعني قديش مسن قديش عامل صحي وغيرهم، هل هنالك في خلل كبير بعمليات التمنيع، يعني هل في ناس ما بيستحقوا التمنيع تمنعوا باي مركز وليش، حتى يتم ايضا محاسبه هذا الموضوع. والشيء الثاني اللي هو اهم، هيدي اذا بقينا بعملنا يعني او اذا بقينا باللجنه اللي نحن فيها، نحن بدايه الاسبوع القادم الشهر القادم حيوصل لقاحات جديده هي الاسترازينيكا، يلي حتى اسلوب التعامل معها بده يكون مختلف. اسلوب التعامل كيف بده يكون الاسلوب؟ فصلنا يعني لو سمحت. يعني اليوم الفايزر عنده طريقه معينه بالتخزين وبالحفظ،
الاسترازينيكا عنده مرونه اكثر، لذلك يمكن الاسترازينيكا نعطينا مراكز حسينا مقصره بالفايزر. يعني اليوم احد المراكز مثلا رسميا بلغنا انه عنده 250 جرعه مش قادر يتخلص منهم، وصلنا بالوزاره بالامير للوزاره جيبي عن 250 جرعه من هذا المركز اللي بينتقلوا لانه بعضهم صالحين لينعطوا لمركز عليه ضغط اكثر وطلب اكثر. بالاسترازينيكا ما بنخاف من هيك لانه الاسترازينيكا عمره 6 اشهر بالبراد العادي، قدرته على التحمل والمرونه اكثر، ممكن نعطينا مجموعات بشريه مختلفه. يعني نحن مسؤول بيننا مثلا على اوضاع السجون بسبب الاكتظاظ اللي فيه، حاطين لجنه من اجل السجون، وجود الاسترازينيكا فينا نبلش نمنع السجون في مناطق بعيده يمكن مستشفياتها ما بتتحمل الاسترازينيكا، فينا نطلع عفوا ما بتتحمل الفايزر فينا نطلع عليها بالاسترازينيكا. لذلك نحن كان المفروض نكون حقيقه هذا الاسبوع، يعني اول اسبوع الذي قيم جيدا من قبل البنك الدولي حتى والصليب الاحمر الدولي، واعتبر انه جيد ببلد نبلش اول اسبوع هي علامه فارقه لانه معظم الدول بلشت وسط حتى تحت الوسط، لكن نحن بلشنا جيد، كنا متوقعين بهالاسبوع هيدا انه نتطور نثبت المكاسب بالجيد، الاسبوع الجاي يصير جيد جدا على امل انه يصير ممتاز بهالوقت هذا. بعد ما نثبت الحاله هاي نستطيع ان ننتقل لنخطط نحن ووزاره الصحه لكيفيه استقبال اللقاح الاخر وين بيعطى مين اللي لازم ياخذه. لكن للاسف يعني ما حدث بالامس وعدم يعني انتقال المعلومات كلها الى المنصه اضافه الى بعض المعلومات الناقصه، هذا عم يأخرنا شويه التخطيط لعمليه يعني قبول الاسترازينيكا اللي بيرجع بيقول انه حيوصل باول اسبوع ان شاء الله من شهر اذار، والضغط اللي موجود هلا على الناس بقله اللقاح شوي رح ينفرج، لكن نحن لا نريد انفراجات لقاحيه مبنيه على قاعده فيها شويه خلل، نريد ان نثبت هذه القاعده لكي تكون منيحه. برجع بنقول نحن هيئه استشاريه لا نملك قوه تنفيذيه، قوتنا التنفيذيه الوحيده هي انتم الراي العام. نحن لانه الراي العام بدا يوثق بالاخصائيين والاستشاريين وبدا يوثق بالمجموعات الاطباء اللي هي عم تتبرع بوقتها منشان تدعم المشروع الدولي، صار عندنا يمكن شوي قدره معنويه انه راينا يكون اكثر ما يسمى يعني ملحوظا وممكن تنفيذه. لذلك نحن حنستمر بالضغط من اجل تصحيح هذه الهفوات اللي موجوده، بنتامل الهفوه الكبيره اللي وقعت امبارح واللي بنعتبرها عضويه ان لا تتكرر مره ثانيه، وبنعتبر انه يجب على اللبنانيين ان يثقوا بالبرنامج اللقاحي وان ينضموا الى البرنامج اللقاحي، ويجب على المجتمع اللبناني ان يتضامن مع البرنامج اللقاحي، لانه في كثير عناصر المجتمع اللبناني حابه اللقاحات والطريق مسهل لها لتقدم اللقاحات من اجل ان توضع في المصلحه العامه من اجل تمنيع اللبنانيين بالسرعه التي مرجوها. دكتور، ماذا عن تلقيح فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي حول تلقيح الرؤساء، شو بتقول؟ خليني أبلش من الآخر، الرؤساء الثلاثة أول ما وصلوا اللقاحات تم النقاش معهم، وقيل أنه بكثير من الدول عادة رؤساء الدول ببلشوا العملية بالتمنيع لإعطاء الثقة للمواطن اللبناني، يعني نحن بنقدر هالشيء هيدا، لكن نحن بالخطه اللي لاحظناها وانتم حضراتكم وقفتوا عليها لم نضع هذه الاولويه، فكيف هيك اولويه؟ كانت الاولويه صحيه وعمريه. لذلك احتراما للاولويه هن لم يكونوا اول من تلقى اللقاح الرؤساء. هلا الرئيس عون بسبب عمره بيطلع له اللقاح من اول يوم اذا بدك، لكن لذلك لانه بسبب موقعه اختار مشكورا ان يعني ان يتمنع باليوم الرابع او الخامس. هلا قيل بعدين بتمنعوا معه اشخاص ثانيين، يعني انعطى اللقاح لاكثر من شخص مش بس الرئيس هون واللبنانيه الاولى كمان، هيدي ما عندنا يعني ما بنعرف مين هن الاسماء. الرئيس بري من اول يوم قال انا ماني معني باللقاح ما بدي اللقاح، يعني هذا شانه ما بعرف ليش حقيقه. الرئيس الوزاره نزل على افتتاح اللقاحات واعلن من هنيك انه هو متايد بالخطه، والخطه بتقول انه دوره مش هلا، لا
لانه عمره 61 سنه تماما، وبالتالي دوره يمكن متاخر شوي ليوصل للقاح. نحن بلبنان انتبه لاحظين دور يعني لاحظين او الافضليه للدور اللي بيلعبه الفرد اللي بنسميها اهميه هذا الدور في المجتمع للحفاظ عليه، لكن نحن مش مثل كثير دول ما عطينا الفئه الاولى، يعني احنا في عندنا فئه اولى الف واي الف وبي ما حطينا فيها هذه الفئات، نحن حطيناها بفئه وراها. لذلك اعتبرنا انه على رغم اهميه الدور اللي بيكون فيه الانسان يعني عليه انه ينطر افضليته بالتمنيع لحتى بدنا نحافظ على ترتبيه المنصه، لانه ان يخالف المسؤول مختلف تماما عن ان يخالف المواطن العادي. طيب عندك اي معلومات عن زياره مرتقبه لوزير الصحه لروسيا كرمال لقاح سبوتنيك؟ هيك بدل لك شغله، لقاح سبوتنيك انطرح على الطاوله، طلبوا مني انا كخبراء وزاره الصحه، لانه بتعرف بلبنان ما في هيئه وطنيه للموافقه على الدواء. لذلك استعانوا بمجموعه من الخبراء وانا كنت منهم، وفي خبراء ثانيين مشهورين يعني من مختلف الجامعات. درسنا الملف الروسي بتفاصيله، وهو اعطى ملف كامل متكامل. درسنا ما كتب في مجله كلاسيك البريطانيه عن اللقاح الروسي اللي هي تعتبر من اهم المجلات الطبيه في العالم. قارنا المعلومتين مع بعضهم وبعثنا توصيه لمعالي وزير الصحه انه هذا اللقاح يمكن ان ياخذ ما يسمى emergency use authorization، يعني رخصه الاستخدام الطارئ. وعلى هالاساس وزاره الصحه بلغت السفاره الروسيه وبلغت كل الناس اللي باعتين اوراق للوزاره انه هذا اللقاح هو الان مرخص له بالاستخدام الطارئ، وبالتالي بامكانهم انه يجيبوه على لبنان. لكن من هذه الشغله صار عمرها 3 أسابيع تقريبا او اكثر شوي، بعد لهلا ما شفنا حدا يعني قادر يجيب اللقاح. هل يا ترى لانه الروس يمكن ما عنده كميات كفايه؟ هل يا ترى بده في اليه لجذب اللقاح؟ بعدها مش واضحه. نحن كنا متامنين بزياره مثل ما فهمنا من النايب امل ابو زيد من بعض النواب اللي زاروا موسكو انه يعني في هبه من الحكومه الروسيه للبنان، وانه كان وزير الصحه اللي اساسا هو دارس عندهم بروح على روسيا زياره يوم او يومين يوقع هالهبه، وعلى اساسها يمكن يوقع اتفاقيات شراء الدواء ويجي فيهم على لبنان. لكن حتى هذه اللحظه معلوماتي ما بعرف، انا ما يعني ما عم تابع الملف بالوزاره وما شغلت تتابعه، يعني انا بقول لك بس الرخصه العلميه معلوماتي انه بعد ما صار في شيء. كمان نفس الشيء بتطبع على اللقاح الروسي، اللقاح الصيني فرد مره اذا بدك تساليني، اللقاح الصيني درس فنيا دراسي، والسفاره الصينيه عملت جاهده لتامينها لنا، وانطلب انه هذه الدراسه سريه ما بدها اياها تطلع على العالم، لانه هن بعد ما الغوها المعلومات العلميه عنه للقاح جيده، ما في شيء بيمنع استخدامه. هلا عمليه الاستخدام او عدم الاستخدام هي تفصيل اداري وليس تفصيل علمي. طيب دكتور تسمح لي اسالك عن تغريده اللي وئام وهاب رئيس حزب التوحيد لما بيكتب اتصل بي وزير الصحه مشكورا وابلغني انه اعطى عده اذونات لشركه خاصه لاستيراد او لشركات خاصه لاستيراد اللقاح، لكن الشركات لم تتمكن من استيراده بسبب رفض الشركات المنتجه، واكد انه كميه اللقاحات ستزيد خلال ايام، وكان اقتراحي ان يكون لقاحان، واحد مجاني وواحد بمقابل. شو رايك؟ هلا اتركي لي الشق الاخراني، مجاني ومصاري استاذ وئام. اوكي اوكي بنحكي عن الشق الاول. يعني انا خليني احكي عن الشق الفني واضح جدا. هنالك نوعان من الشركات في العالم، في الشركات اللي بسمون البيج فارما، يعني الشركات الدوليه الكبرى بالعالم اللي بتصنع الدواء، وهي معظمها اذا مش كلها شركات غربيه، يعني امريكيه بريطانيه فرنسيه المانيه يابانيه وغيرها. هذه البيج فارما عم تقول انا ما بدي بيع الا الدوله اللبنانيه، ما ببيع الا دول، ما ببيع افراد. وهي خاصة في زمن الوباء، برات الوباء اكيد بيبيعوا، حتى دور وكيلهم هو دوره كثير محدود، دور الوكيل عادة إذا كان له دور، يعني فايزر كلها مثلا ما شفنا دور للوكيل، كان دائما فايزر مباشرة مكتبه العلمي بلبنان وبالمنطقة، هو يعني بلبنان وبالأردن وغيره، هو اللي كان عم يدير العملية مش الوكيل، لأنه هيدي بتعتبرها إنه في زمن الوباء يعني بتروح الوسائط لصالح العلاقه المباشره.
نفس الشيء الاسترازينيكا، الوكيل هو دوره كان في السيليتيتر يعني المسهل، مسهل نعم. كانت العلاقه مباشره عم تصير مع الشركه نفسها، وتصر الشركه على وجود الدوله اللبنانيه بالجهه المقابله. نفس الشيء جونسون اند جونسون بكره بالمستقبل، نفس الشيء اذا اللقاح تبع الجي اس كي مع فانتيس نجح المشترك بيناتهم حتكون العلاقه، نفس الشيء موديرنا اذا تكرموا علينا بعد 2021 بدهم يجيبوا لقاح كمان بده يكون علاقتهم مباشره مع الدوله اللبنانيه. بدل في عندنا العلاقه الروسيه والعلاقه الصينيه، العلاقه الروسيه حكينا عنها هلا والموجود يعني التصريح مع الناس اذا كلهم يجيبوه، ونحن بنتمنى ونحن صرنا محاضرين كخبراء، مش ما لنا علاقه بنرجع بنقول للوزاره، كخبراء لحتى نقول للوزاره كيف تتعامل مع كل نوع لقاح، لانه كل نوع لقاح اذا بتحب تعرفي له طريقه بالتصرف وبالتخزين وبالاعطاء أكيد. يعني في له تقنيه كامله مختلفه تماما عن اللقاح الاخر. لذلك كلهم مشان هيك، وخاصه هذه كلها لقاحات جديده يعني ما حدا بيستخدمها. فاذا فيما يتعلق باللقاح الصيني والروسي ما في مانع علمي من استخدامهم، الموانع هي اداريه او عدم تمكن اي طرف لبناني حتى الان من الحصول عليهم بصوره تسمح باستخدامهم بلبنان، رغم انه سمعنا انه في هبه للجيش اللبناني اشتغلنا عليها مع قياده الجيش بلقاح صيني، ونحن شجعنا هذه الهبه، ومثل ما سمعنا كمان انه ممكن يكون في هبه صينيه لصالح لبنان، كمان نصيحتنا كانت انه ان تحول لصالح الجيش اللبناني، لانه هو اساسا حيبلش باللقاح الصيني وفي كفه باللقاح الصيني، واللقاح الصيني نتائجه مقبوله وجيده ولا مانع من استخدامه. طيب دكتور، تسمح لي نحكي شوي عن ما يحكى وما يقال عن عمليه تنظيم اخذ الفاكسان؟ تمعين. اذا بتسمح. دكتور، ثمت من يقول انه تنظيم هذه العملية منه كتير ظابط، يعني المواطنين عم يضطروا يقفوا بصف طويل وينطروا لوقت كتير طويل، وفي حالات إصابات سجلت من بعد يعني هن ورايحين حتى ياخذوا الفاكسان لقطوا كورونا. ما بعرف إذا هيدي المعلومات صحيحة، إذا فيك تشرح لنا عنها، إذا فيك تفسر لنا شوي أكتر. ليك بالحقيقه خليني اقول لك، احنا بالخطه اللي حطيناها لاحظنا بكل مركز اللي يكون فيه تباعد اجتماعي، والمركز كنا متفقين على التباعد الاجتماعي، لكن في يومين صار فيهم فوضى لما نقلوا للناس كل واحد عمره فوق ال 75 شرط ينزلوا، وكان في مناظر منا كثير حلوه عندما لقينا يعني مسنين وكلهم يعني الله يحميهم كبرتهم حلوه ولايقه اكيد اكيد، لكن حقيقه واقفين بالثلج وقت الطقس سيء يعني حقيقه كانت مش حلوه، بس انا بقول انه في حدا نقط بهالنظره مش على علمي يعني، هلا ما في شيء بيمنع انه تصير يعني اللي ما عم بيقولوا انه ما بتصير، لذلك هي العمليه على الورق منظمه بالمراكز صار فيها شويه فوضى، لما هلا انحدت الكميه اللي عم تعطى للمركز يعني صارت الكميه محدوده الطاقه، لانه بعد كم يوم بتصير تعرفي قديش طاقه المركز، تمنينا على الوزاره ان تعطي المراكز بقد الطاقه اللي فيها تستوعبها واقل شوي لحتى ما يصير هالعجقه، وهلا بتفوتي على المراكز بتلاقيها عم تشكي من قله الحشو مش من كثره الحشو، ليه نحن عم نقول هالشيء هذا؟ لانه بكره حيصير في متغيران اثنين حيفوتوا على الطريق، المتغير الاول انه اللي اخذوا اللقاح اول مره بعد اسبوعين بدهم ياخذوا اللقاح الثاني. مظبوط ولا لا؟ معناتها اذا مركز بيقدر يعمل 1000 مريض، اذا اعطيتيه 1000 بعد 3 اسابيع بكون بس عم يعمل شغلته اللي يكون عم يعمل لقاحات قديمه ما عم يلقي حدا بيشتغل. معناتها انت لك مصلحه تكبري المراكز وتكبريها وتخلي حشدها اقل، ما يصير عليها ضغط مثل ما صار اول كم يوم، لحتى لما نيجي دور الجرعة الثانية من اللقاح دل المراكز قادرة على القيام بوظيفتها بالجرعة الأولى والجرعة الثانية، يعني في ناس عم ياخذوا الجرعة الثانية وفي ناس جداد عم ياخذوا الجرعة الأولى، وبكره بس يفوت أسترازينيكا اللي له بروتوكول مختلف يمكن يكون في مراكز عندها القدرة إنه التعامل مع اللقاحين، معناتها كمان هون يعني في طريقة تسجيل مختلفة، في طريقة تعامل مختلفة، بتعرف الأسترازينيكا بينعطى بعد 12 أسبوع ثاني تاني جرع يعني بعد 3 اشهر، بينما الفايزر لهلا عم نقول بينعطى بعد 3 اسابيع، معناتها طريقه المواعيد بدها تكون مختلفه، واذا فات روسي كمان بده يصير في طريقه مواعيد مختلفه ايضا، يعني لذلك نحن عم نقول انه العجقه اللي كانت اول كم يوم على بعض المراكز لانه كانت قليله ونتجت عن سوء التواصل بين المنصه وبين المراكز،
والرسالة الخطأ التي بعض الناس بالوزارة للأسف أو بعضهم بالمراكز أعطاها، أنه يلا اللي كل عمره 75 ينزل first come first serve، يعني خلت الناس حقيقة تتجمع، وهذا منظر ما كتير حلو، ما له لايق لا بأهلنا ولا بكبارنا ولا بحدا يعني موجود. دكتور، ثمة من يشكك أنه مش كل يلي أخذوا الجرعة الأولى رح يتمكنوا من أخذ الجرعة الثانية، شو بتجاوب؟ إذا كان الجواب أنه فقدان الجرعة الثانية، معلومات أنه الجرعة الثانية قادمة وجاي وراها جرعات أكثر، وفايزر أساساً رح يزيد كمياته على لبنان، ومش سر عم يقول أنا عندي إكسترا كمية خصصتها للبنان والأردن، إذا بدكم تشتروها حتى اسعارها موجوده، يعني عم يقول عنها فايزر، لكن بتعامل انا عن طريق الدوله اللبنانيه، عم يقول هيك للجامعات اللي سالته اذا بده يلقح فايزر حدا، لانه الجامعات خاصه الجامعات الكبرى انبسطت بلقاح فايزر واعتبرت انه هي قدرت تتعامل معه، ما في مانع تجيب كميات هي على حسابها لإله، قال لها انا حاضر بس عن طريق الدوله اللبنانيه وعندي كميات اضافيه، فاذا هذا بفرجي انه هلا اليوم اللقاح بطل صار مفقود بالجرعه دي. هلا في ناس اللي عملوا تحسس مثلا شديد وهن قليل كثير، يعني حالات من يعني تعد اقل من عدد الاصبع، او صار عندهم اختلاط عصبي معين وهن كمان حالات كثير 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 قليله، هلا هول الناس يمكن نحن نطلب منهم ما ياخذوا الجرعه الثانيه بانتظار الاستفسار اكثر حول عن هذا الموضوع. وانا بصفتي العلميه كخبير علمي تواصلت مع الشركه، واليوم اجاني الايميل كيف نتعامل مع هالحالات، بعد ما صح لي وقت حقيقه بتطلع فيه، يمكن لو طلعت فيه بعطيك الاجوبه. نحن ندرسهم ونحن نعطيهم النصيحه اللازمه، لكن ما حدا بيشغل باله، ما حدا ما رح ياخذ الجرعه الثانيه لانه الكميه مش موجوده. دكتور، بتوعدنا انه المرحله الثانيه من اخذ اللقاحات رح تكون منظمه اكثر، رح تكون فيها مساواه اكثر، لانه الناس يعني بعد يلي صار عم بتشكك. انا ما اختم معك. اي انا مع حق، وانا بقدر انه تشكيك الناس، وانا اقف الى جانب تشكيك الناس، وبقول لهم انه نحن كلجنه، نحن لجنه علميه، ونحن لجنه صلاحيتنا ممتده من انه الوزاره طلبت منا انه نساعدها وانه نشرف على هالملف، نحن ما عندنا قدره تنفيذيه. لكن مثل ما شفتونا لما شفنا خلل صدينا له، ولو احيانا برد فعل يعني شوي عالي، لكن حنتصدى بردود فعل اكثر علوا حتى لأي خلل. ونحن بهمنا المواطن اللبناني أن يثق بالحملة، لأنه المواطنين الموجودين بلبنان كلهم لبنانيين وغير لبنانيين بنعتبرهم أهل، وبنعتبر أنه اللقاح له ثلاث فوائد، الفائدة الأولى هي حماية الفرد، الفائدة الثانية هي حماية المجتمع، الفائدة الثالثة هي استعادة جزء من الحياة الطبيعية مرة ثانية بشكل تدريجي. فإذا ما نجحنا نحن وياهم، ما أنعنا الناس أنه نحن شفافين وعادلين، وأنه ما في إيد وما في إجر، ونعتذر عن اللي صار بالإيد والإجر اللي شفناها، أنا برأيي نحن والناس رح يكون عندنا موقف أكثر، رح يكون في مشكلة أكثر. شكرا لك رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري على هذه المداخلة، أنا بشكرك. مشاهدينا بريك وبنرجع. عودة لمتابعة رح نبقى سوا مباشرة على الهواء، افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية في بيروت، وهو المؤتمر الثامن لهذه المنظمة، تابعنا وقائعه وهو برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وكان له كلمة، كان له وقع كتير كبير خلال هذا المؤتمر، سلطت الضوء على دور المرأة في لبنان ودور المرأة في العالم العربي بشكل عام. وللمزيد حول هذا الموضوع كان لنا هذا اتصال مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكوز، منتابعه سوا. كلودين عون روكوز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، لماذا اختيرت بيروت مقر لانعقاد هذا المؤتمر؟ لبنان مترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية لهالسنتين، وبيختم دونك ترأس المنظمة بآخر شهر شباط، وكل سنتين بيصير في مؤتمر، ولشان هيك كان دور لبنان يحضر لهذا المؤتمر. أدب مهم أنه كان هذا المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية فخامة الرئيس، وهو كان له كلمة عن المرأة، قديش هذا الأمر دليل على اهتمام فخامة الرئيس بالمرأة اللبنانية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام؟
فعلا فعلا، يعني مثل ما قلت الأهمية أنه هو أكيد تعبير عن دعمه للمرأة، لقضايا المرأة، ونحن كان تحدي لإلنا نقدر المنظمة تقدر تنظم هذا المؤتمر افتراضيا بالوضع اللي بتعرف المأساوي اللي قاطعين فيه. وكلمة الرئيس كان عندها عن جد كثير امباكت يعني علينا كأكيد كدولة، يعني كلبنان مشاركته، وكمان الأصداء بالدول العربية، هذا شيء كان كثير كثير قدره المشاركة. المؤتمر هو أكيد بيتضمن جلسات، وفي كثير دراسات انعملوا من 17 إكسبير خبراء وخبرات، بقى رح نبني عليهم أكيد نرجع نعد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الجديدة 2022 ل 2030، بتتزامن 2030 أكيد مع الـ مع الـ SDGs يعني الأمم المتحدة. وإن شاء الله يعني ان شاء الله نقدر بالرغم من كل الظروف القاسية قدرنا اكيد ننظم هذا المؤتمر. وعن جد فخامة الرئيس كلمته وجوده معنا اعطانا هيك شجعنا انه المرأة لا هي اولوية، بتضلها اولوية، وان شاء الله نقدر قد ما فينا بمواقعنا رح نقدر نجادل ندفش بقضايا المرأة. كمان خلال المؤتمر كان في تقرير انعرض عن لبنان، بدي كلمات من كلودين عون للبنان، لبلدها لبنان، بعد هذا المؤتمر وبعد ترأسها المجلس الأعلى لمنظمة المرأة لسنتين ومثلت فيه بلدها. يعني بالوضع اللي عم نمرق فيه الوضع كثير صعب، والناس عن جد كلنا يمكن فيه تعبانين نفسيا، بس اللي فيني اقوله انه ما لازم نستسلم، انه حتى لو في خيبات امل كبيره لازم كل واحد موقع مسؤوليته، ولازم يشتغل لمستقبل أفضل، والشعب اللبناني عنده المسؤولية كمان يختار ممثلين عنه يقدروا يديروا البلد بشكل أفضل. نعم. ولازم دايما نطلع لقدام، لازم نطلع لورا. إذا بدنا نحكي شوي عن عنوان المؤتمر، المرأة العربية والتحديات الثقافية، ليش هيدا التام بالتحديد؟ هذا التام احنا اخترناه لانه اكبر تحدي للمرأة هي ثقافة صراحة. يعني نحن اليوم في كتير بعد في تمييز على المرأة بالقوانين بلبنان، حتى لو الدستور مقدر، الدستور بتنص على المساواة التامة بين المواطنين، وكل موضوع ثقافة واخلاق بالنهاية. يعني لما يصير الانسان عنده ثقافة الاعتراف بالاخر كانسان كامل الحقوق، بعتقد نكون نحن تقدمنا كثير. طالما في تمييز بين المواطنين، بين المرأة والرجل، بين المواطنين ككل، وطالما نظامنا الطائفي كمان بيميز بين مرأة ومرأة أخرى لبنانية، بعتقد ما رح نقدر ولا نوحد البلد ولا نبني على أسس متينة. طيب أكيد المرأة عندها تحديات ثقافية وبتواجهها تحديات ثقافية، ولكن أيضا اليوم الظروف اللي عم نمر فيها أيضا المرأة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأيضا تحديات سياسية كبيرة. شو بتحكي عن هودي النقطتين بالتحديد، تحديات التي تواجه المرأة الاقتصادية والسياسية؟ هلا السياسية كتير مهم أن المرأة توعى أنه عندها دور تلعبه. نحن أكثر من نص المجتمع، يعني نحن مش نص الرجل، نحن نص المجتمع ونص العالم كله، نتأثر بكل القرارات اللي بتتاخد على المستوى السياسي، نتأثر بكل السياسات اللي عم تعتمد بكل القطاعات، ما عم نحكي عن قطاع واحد، قطاع البيئة التربوي، يعني كل القطاعات حتى الصحي. اليوم ما فينا نحن نكون عم نلعب وجباتنا عم نأديها مثل الرجال، بس ما عم نكون عم نشارك بالقرار. بعتقد لما المرأة بتصير عم بتشارك بكل القرارات، بعتقد بيكون أكيد النتيجة حتكون أسلم بكتير. وكادي للمشاركة السياسية، عشان هيك نحن عم ندعي السيدات أكيد يترشح على الانتخابات النيابية والبلدية، وإن شاء الله تكون عن جد المشاركة أكبر. وعلى المستوى الاقتصادي، بعتقد البلد عم يمرق بأزمة اقتصادية نتيجة 30 أو أكثر من 30 سنة سوء إدارة وفساد، و هيدا الشيء كمان بده إعادة هيكلة للدولة، بده إصلاحات، المجلس النيابي يلعب دوره اليوم، أكيد تأليف حكومة، ويرجعوا يجوا الاستثمارات على لبنان ترجع نشط الحياة الاقتصادية. وبعتقد أنه اليوم التداعيات الاقتصادية هي على الرجال والنسوان، يعني اليوم مش بس على المرأة، بس أكيد المرأة عندها دائما تتأثر، هي من الفئات المهمشة اللي بتتأثر دائما بالأزمات أكثر. أنت راضية عن التقدم يلي أنجزته المرأة بالسنوات الأخيرة القليلة الماضية؟
في تقدم صار، يعني اليوم نحن كهيئة وطنية نجحنا بتعديل قانون الانتخابات البلدية، اليوم المرأة فيها تترشح ببلدتها الأم مش بس ببلدة الزوجة إذا مزوجة. دونك اليوم في كمان قانون التجارة كمان تعدل، في المادة 522 في قانون التحرش الجنسي أقر، والتعديلات على عنف الأسري كمان. هودي اثنيناتهم أقروا بال 2020، إنجاز على الصعيد التشريعي يعتبر أنه القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، هودي الهيئة الوطنية بتعتبرهم إنجاز لأنه كان لها دور كتير كبير لعبته لإقرار هذين القانونين، صحيح؟ أكيد نحن مع الشركة طبعاً، أكيد ومع رئيسة لجنة المرأة والطفل كمان دكتورة عز الدين، أكيد لأن تعرف المرأة تكون الوضع في أزمات دائماً المرأة ما بتكون أولوية، عشان هيك كان إصرارنا ومثابرة على إقرار القوانين ونجحنا فيهم شيء كتير مضبوط، شيء كتير كبير. بس هلا كمان موضوع التحرش الجنسي هو عم ندخل مفهوم جديد على ثقافتنا، هيدي بدها خطه عمل وبلشنا بتطبيقها، رح نعمل حملات كتير توعويه على الموضوع تينفهم شو معناتها التحرش الجنسي، والقانون التعديلات على قانون عنف الاسري عم بيأمنوا حمايه اكبر للمراه واولادها. واكيد تطبيق التحدي هلا الجديد هو تطبيق القوانين. نعم، إذا بدنا نختم معك كلودين عون روكوز عن تزايد العنف، يعني نحن بنعرف أنه بفترة الحجر من أول ما بلشت كورونا عنا بلبنان تقريبا سنة لليوم تزايدت، معلش يعني هذا موضوع كتير مهم وهو موضوع ساخن بالنسبة للمرأة، تزايد العنف الأسري بشكل كبير وخاصة على المرأة، شو بتحكي بهذا الموضوع؟ ارتفاع نسبة العنف هي عالمية مش بس بلبنان، أكيد جراء الحجر المنزلي يعني اللي هي ضحية موجودة محجورة مع المعنف تبعها بالمنزل. الدولة عليها تأمن حماية في حال صار في عنف، يعني القانون وتطبيق القانون و17-25 خط الساخن للقوى الأمنية. بس بالنهاية تواحد يشتغل على يخفف من ظاهرة العنف هي كلها بالثقافة هي أكيد مشكلة أخلاقية ومشكلة كمان ذكورية، يعني أنه الرجل يكون عنده مش بس ثقافته تسمح له أنه هو يتحكم بجسد المرأة، هيدي شغلة كمان بترجع على التربية وثقافتنا، وهيدي بدها شغل كتير بالمناهج التربوية وكمان حملات توعوية كتير. بس أنه مثل عم قلك نحن عم نشتغل على الحماية، بس للوقاية من العنف هيدا موضوع تاني بده عن جد مشاركة الكل وزارة التربية وبده كتير يعني لونج تيرم. أيضا خلال هذا المؤتمر ومثل ما تبعنا خلال هذه المقابلة المقتضبة مع كلودين عون، كان عرض فيلم أو تقرير عن لبنان، تخللوا مشاهد طبيعية رائعة عن هذا البلد الصغير ولكن الغني جدا بطبيعته، وأيضا كان هنالك حديث عن الأزمات التي مرت على لبنان والتي لم تكسر والرياح التي لم تكسر هذا البلد الصغير العاجزة أي رياح عاتية عن أنه تكسره، وكذلك عن نضال المرأة في لبنان منذ القدم وحتى اليوم مع جانح لبنان المغترب الذي لا يقوم لبنان إلا بجناحيه المقيم والمغترب. هذا البلد أيضا الذي ألهم الشعراء والفنانين والكتاب والمفكرين. فلنتابع سويا التقرير الذي عرض خلال المؤتمر. لبنان موطن لأقدم الحضارات البشرية، وسفينة الفينيقيين التي انطلقت من شواطئ بيبلوس شاهدة على الحرف الأول الذي صدر إلى العالم ليعلم الأبجدية للبشرية جمعاء. لؤلؤة الشرق هو لبنان، وصلة وصل جغرافية وثقافية وحضارية بين الشرق والغرب، يتميز بتعدد اللغات فيه من العربية والفرنسية والإنجليزية، وتنتشر فيه بعض اللغات الشرقية والغربية. جاء
جميل هو كألوان الصباح الأولى، غني بالمعالم السياحية والتاريخية، إذ طبعت الحضارات المتعاقبة فيه من أشورية وإغريقية ورومانية وبيزنطية وعربية الآثار الدالة على ازدهارها. فيه العديد من المتاحف الخاصة والعامة في العاصمة وفي المواقع الأثرية والتراثية، ويتمتع لبنان بطبيعة فريدة وتتجلى لوحاته الطبيعية الرائعة بأجمل ألوانها. يتميز هذا البلد الصغير بمخزونه الفكري والأدبي والفني والعلمي الكبير، ويزخر بتنوع ديني فريد. هو منهل لحرية الفكر والمعتقد والإعلام والتعبير، هو جامعة رائدة للشرق ومستشفاه الطبي المتطور. وقد شكل لبنانيو الاغتراب قيمة مضافة للريادة اللبنانية، ما جعل لبنان محلقا دائما بجناحيه المقيم والمغترب في شتى أصقاع الأرض. كثيرة وصايات واحتلالات مرت على لبنان، لكن عشق شعبه للحرية ومقاومته بشتى الوسائل عززت قدرته على الصمود. فاللبنانيون واللبنانيات يصنعون من مقومات صمودهم فرصا للنجاح والإبداع. ومن بين قصص النجاح نضالات المرأة اللبنانية لنيل حقوقها، فتمكنت عام 1953 من انتزاع حقها بالاقتراع والترشح إلى الانتخابات البرلمانية، وعام 1974 حقها بالسفر بحرية، وعام 1994 بممارسة التجارة دون إذن الزوج. أما في عام 2011 فألغيت الأعذار المخففة في الأحكام الصادرة بما يسمى جرائم الشرف، واللائحة تطول في كافة المجالات ومنها السياسية، حيث شكلت النساء عام 2020 30% من الحكومة اللبنانية. ولأول مرة أيضا في دولة عربية تم تعيين سيدة وزيرة للدفاع، وسبق ذلك أول وزيرة عربية تولت حقيبة الداخلية. والنضال مستمر لإلغاء جميع أشكال العنف والتمييز حتى تحقيق العدالة والمساواة. ولبنان الذي يمر اليوم بأزمات حرجة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية ويتطلع شعبه إلى تخطيها، يبرز دور النساء والفتيات في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوقهن وعن وطنهن. فإلى جانب انخراط المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والحقوقية وغيرها، برز دورها في مؤسسة الجيش اللبناني ذودا عن سيادة وطنها. العاصمة بيروت جميلة المتوسط، سحرت العالم أجمع، وهي على رغم كل ما مر عليها من ويلات وحروب، ورغم الانفجار الزلزال في الرابع من آب 2020 وما خلفه من دمار ومآس، صامدة كالنقش في الحجر، متغنية بعنفوانها، ترفض الظلمة وتنشر الحياة. هذا هو لبنان، هذا هو البلد الذي ألهم الشعراء والكتاب والفنانين، هذا هو لبنان الرسالة الذي ينتصر على كل الصعاب، على كل المحن، الذي لا تقوى عليه العواصف ولا تكسره الرياح. هذا هو لبنان، مهما طالت كبوته وكبرت أزماته، سيبقى القلب النابض في الشرق، سيبقى في قلب الله. مشاهدينا لهون بتخلص حلقتنا لليوم، بيخلص رح نبقى سوا على أمل اللقاء قريبا، منتابع سوا برنامج على المكشوف.